السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. وصلنا إلى الفيديو الرابع عن أصل الوجود، وهو الفيديو الأخير الذي سوف يتكلم عن أصل الوجود الذي هو اللا وجود، والذي ينتهي كليا بظهور الصفر المحايد المطلق، وهو المقصود به بالرب في كل الأديان والمعتقدات نسبيا. الاختلاف موجود من بينهم: من هو الرب؟ هل هو الصفر السلبي أو الصفر المحايد أو الصفر الإيجابي أو الثلاثة أصفار هما الرب؟ وهذا موضوع سوف نتكلم عنه عندما نبدأ في الحديث عن الوجود. المهم أن الوجود على حسب المعتقدات الغنوصية الفطرية القديمة يبدأ بالصفر المحايد المطلق وينتهي بالصفر الإيجابي، بينما اللا وجود يبدأ في الانتهاء من الصفر السلبي وينتهي كليا في الصفر المحايد. وهذا الذي جعل المعتقدات والأديان تختلف في تحديد من هو الرب. هذه المرحلة متاع الأصفار الثلاثة هي تداخل اللا وجود مع الوجود، وهذا الذي جعل الاشتباه، ولكن في الغنوصية يفسرون ذلك بالتفاصيل، وسوف نعود إلى هذه المسألة عندما نتكلم على الأصفار الثلاثة. ولكن قبل أن نختم اللا وجود يجب أن نلخص هذه المرحلة، ولكي نلخص هذه المرحلة يجب أن نتجرد عن الألفاظ المستعملة كلها، وحاول أن تنسى كل ما قد قلت في الفيديوهات الثلاثة السابقة، انساهم كليا، لأن الألفاظ الذي تم استعمالها هي التقريبية. والآن يجب أن تركز في هذه الفيديو فقط، وسوف نستعمل ثلاثة عناصر: الأولى الأعداد، الثانية الأشكال، الثالثة الأبيض والأسود الذي هم ليس ألوان كما تعلمون، رغم أن الكثير يتصور أنهم ألوان، وتنفهموا هذا من بعد عندما نتكلم عن الوجود. خلينا نلخص بهذا الذي تشاهدونه أمامكم الطبقات الثمانية من لا وجود التي أدت إلى ظهور ما يسمى بالصفر السلبي الذي هو المثمن. وهذا المثمن جدا مهم، وسوف نعود عليه وكيف تطور وأدى إلى ظهور الأصفار الأخرى، وهو مذكور في الآية التي تقول في القرآن: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا المثمن هو الذي يعتبر حملة العرش، والعرش هو الصفر المحايد. طبعا نحن هنا ليس في مكان تفسير القرآن غنوصيا، ولكن نلمح مرة لبعض الآيات والأحاديث الغنوصية الموجودة في الإسلام التي سوف تدعم فكرتنا حول الأصل الغنوصي للإسلام عندما نواصل الحديث عن تاريخ المعتقدات والأديان عند الإنسان. خلينا الآن نوضح عدة نقاط مهمة بالترتيب التي سوف تجعلك تحس وتعي أكثر ماذا حدث في اللا وجود. وللعلم نحن نتحدث عن اللا وجود، أي كل ما نقوله ليس يعني إنه وجد كما في هذا الوجود، فهو عالم آخر وبعد آخر يعتبر بالنسبة للوجود متاعنا اللا وجود. إذن نبدأ بالنقطة التوضيحية لكي نفهم عدة نقط
جدا أساسية لفهم ظهور الوجود. أول نقطة لازم تعرفها إن اللاوجود ليس امتداد للوجود، وإنما الوجود موجود في اللاوجود. لو فرضنا أن اللاوجود هو مكان وكمية، فالوجود ظهر في نفس المكان دون أن يضيف شيء للكمية. وهكذا تشوفوا في الفيديو اللي حطيته لكم كيفاش الماء يعني وقت معناتها يتبدل اللون نتاعو سواء بالركود او غيره لا يزيد من كميته، يتبدل اللون نتاعو. اغزر الماء، حط الماء وخليته وتشوفوا مع الوقت يبدل اللون نتاعو. وهذا الوجود ظهر في اللاوجود بهذه الطريقة تقريبا، رغم اللي احنا كما قلت لكم نتكلموا في اللاوجود. إذن النقطة الأولى، ليس هناك شيء خارجي عن اللاوجود جعل الوجود يوجد في اللاوجود، بل هو من اللاوجود نفسه. وليس هناك تسلسل وإنما ضمن اللاوجود نفسه. فنحن نضع التسلسل من أجل الفهم فقط لا أكثر ولا أقل، ويجب البقاء في اللاوجود نفسه. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، لو ننظر أول مرحلة انطلقنا منها اللي هي المرحلة الأزل السلبي إلى الأربعة سلبي، نلاحظ حسب الصورة اللي حطيتها إن هناك واحد سلبي في كل اللاوجود، ومن بين الواحد السلبي والواحد السلبي هناك فراغ اللي هو من بعد باش يتسمى الصفر. إذن كل شيء اللي باش يظهر من بعد هو ضمن اللاوجود، ليس هناك خارج على اللاوجود، اللاوجود غير موجود أصلا. إذن فهو ليس له خارج وليس له عامل خارجي، كل شيء ضمنه، فهو مفهوم آخر للوجود احنا نسميه اللاوجود لأننا نتصوره بمقارنة الوجود. إذن هو غير مفهوم لولا احنا توجدنا توا في عالم الوجود هذا ما كناش نعرفه اصلا. المسألة الثالثة اللي لازمكم تعرفوها هي مسألة الاعداد السلبية، الواحد السلبي والفراغ او الصفر السلبي، هي تشبيهية عرفناها من بعد، كما ان المربع واللا مربع هي تشبيهية عرفناها من بعد، كما ان الاسود والابيض هي تشبيهية عرفناها من بعد باش نفهموا بها اللاوجود. المسألة الرابعة والمهمة هو ان الوجود هو عكس اللاوجود، هذه ياسر مهمة. وكي نسكروها نحطوها واحدة فوق واحدة تشوف اللي في الحقيقة ما فماش حركة اصلا، يعني كل حاجة اللي في اللاوجود هي موجودة في نفس المكان لو فرضنا ان هناك مكان في الوجود. وهذا تنزيد نفهمه أكثر عندما نتكلمه على الوجود. المسألة الخامسة، إن كل مربع في اللاوجود يحتوي كل اللاوجود، يعني مساوي لأزل اللاوجود، أي احنا في اللاوجود ما فماش تنوع، كل اللاشيء كيف بعضه. ولكن هنا الواحد يقول هناك المربع واللا مربع، الواحد السلبي والصفر السلبي، هل الصفر السلبي أيضا مساوي للواحد السلبي؟ الجواب لا ونعم في نفس الوقت. ولكن الصفر السلبي أو اللا مربع هو قاعدة الواحد السلبي أو المربع. الصفر السلبي هو تقريبا مثل الأبيض، ونعرف اللي احنا الأبيض كل الألوان تخرج منه، هذاك علاش نسميه أبيض. بينما الواحد السلبي الذي هو المربع يساوي الأسود اللي كل الألوان محصورة فيه، يعني هو عملية تركيز، هذاك علاش فما فرق من بيناتهم. الفرق اللي موجود هو أن واحد يركز وواحد يسيب، والقاعدة بتاع اللي يركز
هو اللي سيب. يعني القاعدة متاع الواحد السلبي هو الصفر السلبي في اللاوجود، ولكن هم في الحقيقة متساويين، لأن كمية التركيز تساوي كمية الخروج. واحد يخرج كل الألوان، واحد يحصر كل الألوان. إذن الفرق من بيناتهم هي هذه الحركة، واحد الداخل وواحد الخارج. وطبعا ما تنساوش رانا نتكلموا في اللاوجود. إذن المسألة السادسة والأخيرة من الملاحظات المهمة التي يجب معرفتها، وسوف نفهمها أكثر كلما نتقدم في البحث، هو إن ما نطلق عليه اللاوجود هو من 4 سلبي إلى 0 سلبي. هذا هو اللاوجود. والذي نطلق عليه وجود هو من 0 إيجابي إلى 4 إيجابي. أما ما هو قبل 4 سلبي وبعد 4 إيجابي الذي هو الأزل المطلق، سوف نحاول أن نفهمه ونقارنه بمرحلة مهمة موجودة، وهي بين الصفر السلبي والصفر الإيجابي، اللي نقطة الوسط متاعه هي الصفر المحايد المطلق. إذن قبل 4 سلبي وبعد 4 إيجابي باش تفهموا من بين الصفر السلبي والصفر الإيجابي. إذن بين الصفر السلبي والصفر المطلق المحايد، أو بين الصفر المطلق المحايد والصفر الإيجابي، هذه المرحلة نطلق عليها منزلة بين المنزلتين، مثلها مثل قبل 4 سلبي هي منزلة بين المنزلتين في اللاوجود، وبعد 4 إيجابي هي منزلة بين المنزلتين في عالم الوجود. وهذه المنزلة بين المنزلتين هي جدا مهمة، لأنها بين الوجود واللاوجود، ونقطة الوسط متاعها هي الصفر المحايد، الذي كما قلت لكم اعتبرته كل المعتقدات انه الرب او الواجد للوجود. وهذا ما سوف نحاول باش نعرفه عندما نتكلم في الفيديوهات القادمة حول هذه المرحلة الجدا مهمة، لأنها منزلة بين المنزلتين، وبها باش نفهم شنو موجود قبل 4 سلبي وشنو موجود بعد 4 سلبي. إذن في الفيديو السابق وصلنا إلى ما يسمى ظهور الصفر السلبي، الذي هو مثمن. وبظهوره نجم نقول إن اللاوجود انتهى، وبدينا في المقدمة لظهور أصل الوجود الذي هو الصفر المحايد. من بعد باش نمشيو لما هو الصفر الإيجابي الذي هو بداية الوجود. وفي هذه المرحلة التي هي 3 أصفار، وكنج نشوفوا من بيناتهم فما زوز أشياء، واحد قبل الصفر المحايد وواحد بعد الصفر المحايد، باش نفهموا في هذه المرحلة، خطر الفيديوهات القادمة باش نبدأ نحكي على الأصفار، وهي مقدمة الوجود الفعلي. وفي الحقيقة هذا هو الذي نطلق عليه العدم. هذه المرحلة، هذه الأصفار الثلاثة هي العدم. العدم ليس كل ما هو قبل الصفر السلبي، بل العدم الذي نتكلم عنه هو بين الصفر السلبي والصفر الإيجابي. ولو نظرنا هو في الحقيقة عدمين، عدم من الصفر السلبي إلى الصفر المحايد الذي يطلق عليها العدم السلبي، ثم هناك العدم الإيجابي اللي موجود من بين الصفر المحايد والصفر الإيجابي. ولو زدنا ثبتنا شوية نلقاو إن العدم هو في الحقيقة بالنسبة لنا احنا كموجودين الآن هو الصفر الإيجابي. ولكن كل هذه الأمور
سوف نفهمها وقت نتكلم على الفيديوهات متاع الأصفار، لأن كل ما هو أزلي سواء في السلبي سواء في الإيجابي باش نحاول نفهمه في مسألة الأصفار. الأصفار هي مسألة جدا مهمة، لأن منها باش تفهم كل ما جات به المعتقدات وكل ما جاء به ما يسمى الفكر الإنساني. إذن كما قلت لكم هذه الفيديو حبينا نطويو صفحة اللاوجود ونتنقلوا باش نتكلموا عن العدم الحقيقي بين الصفر السلبي والصفر الإيجابي. الثلاثة أصفار هذوما المهمين جدا والذي يختلف فيهم المعتقدات، وهذه هي الفيديوهات القادمة. إذا حبيت نعمل أنا هذه الفيديو باش نوفى الحديث على اللا وجود وننتقلوا للمرحلة المباشرة اللي أدت إلى ظهور الوجود. وطبعا كما قلت لكم ونعاود نقول لكم، أنا أنقل ما يسمى بالفكر الفطري الغنوصي الإنساني منذ عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من السنين. إذن كما قلت لكم هذه الفيديو حبينا نطويو صفحة اللاوجود ونتنقلوا باش نتكلموا عن العدم الحقيقي بين الصفر السلبي والصفر الإيجابي. الثلاثة أصفار هذوما المهمين جدا، وهذه هي الفيديوهات القادمة. إذا حبيت نعمل أنا هذه الفيديو باش نوفى الحديث على اللا وجود وننتقلوا للمرحلة المباشرة اللي أدت إلى ظهور الوجود. ونعرف اللي هذا الموضوع جدا صعيب، ونعرف اللي روسكم وجعتكم، ونعرف إنه مش سهل فهم كل هذا، ولكن نقول لكم تفهموا ولا ما تفهموش مش مهم، على خاطر مازلنا باش نتقدموا على الفيديوهات وتو تفهم من خلال الأمثلة الحقيقية ياسر حاجات اللي توا ما فهمتهمش. وهنا يعني قبل ما نختم هذه الفيديو حبيت نرد على بعض الأشخاص اللي معناتها كتبوا في التعليقات، منهم إيزاد دويك قال لك راني سمعت الفيديوهات لكن ما فهمتش، يمكن أنا جاهل أو أي شيء آخر. هذا مش صحيح، راهي هذه رياضة عقلية جدا مهمة، حتى كان ما فهمتش مش مشكل. صحيح هو مش كل إنسان يفهمه، على خاطر يحتاج إلى تركيز كبير جدا، احنا مانيش متعودين على هذا النوع من التفكير، بل متعمد أن ما نفكرش بالطريقة هذه لأن هناك احتكار لهذا العلم. هذه نقطة. نقطة ثانية، رضا ونيس يعني قال إن اللي قاعد نقول فيه هو تاريخ التفكير الإنساني. ملاحظة جدا في محلها في الحقيقة، بالفعل هو يمكن يكون هذا طريقة المنطق الإنساني. هل هو صحيح ولا مش صحيح ما نعرفش، أما عندما نقارنه أحنا كيفاش نفهم الأشياء نشوف وإحنا نفهم الأشياء بهذه الطريقة. هذه مسألة مهمة جدا، والملاحظة اللي عملها جدا مهمة، وأشكرك يعني على هذه الملاحظة. أما بالنسبة ناصر زيرو قال إن ما فماش معناتها حقيقة مطلقة، وإن الحقيقة المطلقة في الحقيقة هي حسب الزمان والمكان والفرد. وبالفعل أنا قلت هذا ونعاود نقول هذا، ورو يمكن أحنا نكون مختلفين في وجهات النظر، وهذا طبيعي جدا جدا طبيعي إن نكون مختلفين في وجهات النظر وكيفاش ننظر للأشياء على حسب المعرفة متاعنا وعلى حسب الإحساس متاعنا، رغم اللي وجهة نظري أعتبرها تخصني أنا، ولكن ما فما حتى مانع أني نقولها، رغم أني كتبت فيها كتاب بثمانية مجلدات بعد لا عملت تجربة طويلة في الصوفية وانتهيت إلى ما انتهيت إليه، خاصة بعد الاعتكاف متاع 400 يوم. وهذا الكتاب المتكون من 8 مجلدات كتبته بطريقة اللي من نجم يفهمه حتى إنسان. وقاعد نفكر
باش نعاود نكتبوا ونوضحوا ونفسروا وعلاش لا نصدروا، وهو اللي فيه وجهة النظر متاعي كاملة. وخرج الجزء الأول منه مش باسمي، ولكن أنا توقع نخدم عليه باش نعاود نخرجه باسمي ويكون فيه أفكاري. وهذا الكتاب اسمه الرب الصفر المطلق. أما بالنسبة للأشخاص اللي يتصلوا بي ويعاودوا ويقولوا لي ما نجموش نستناوك تكمل هذه الفيديوهات ما نعرفوهاش قداش الطول، نحبك تجاوبنا شنية منفعة هذا العلم أولا وما هي المصادر. طبعا كما يقول القرآن إن الإنسان لعجولة. أصبروا شوية، تو أول ما نلقى فرصة حتى قبل ما نكمل الفيديوهات هذم يمكن حول مسألة أهمية هذا العلم نحاول نعمله بعد لنكمل هذه الفيديوهات. ولكن أنا طبعا نحاول قبل ما نكمل هذه الفيديوهات نعمل فيديو حول مصادر هذا العلم لمن يريد أن يبحث، يعني ويوسع الأفكار متاعه، رغم أن كما قلت لكم هذا العلم ما تلقاوهش في كتاب واحد، وإنما في عدة مصادر وعدة أشياء لازمك تعملها باش توصل للعلم هذا. هذا يعني بصفة عامة. المهم احنا الآن وصلنا لنهاية هذه الفيديو، وشكرا على التشجيعات رغم أن المشاهدة جدا قليلة وأنا أفهم. واحنا باش نواصلوا إلى آخر شهر رمضان الحديث في هذه المسألة، ومن بعد وقت يوفى رمضان نرجع للحديث حول تاريخ المعتقد الإنساني. أما الغنوصية نخليوها في فرصة أخرى، وضمن الحديث بعد لنكملوا في رمضان أصل الوجود على حسب الفكر الفطري الغنوصي. شكرا على كل التشجيعات، شكرا على الرسائل متاعكم، شكرا على التعليقات. راهو هذا العلم جدا مهم جدا مهم جدا مهم، وتو تعرفوا على جدا مهم على خاطر به قاعدين يحكموا فيكم، به قاعدين يستعبدوا فيكم، به قاعدين يسخروا عليكم، به قاعدين يقتلوا فيكم، به قاعدين يجوعوا فيكم، به مخلينكم عبيد تحتهم. لهذا هذا العلم أنا حسب رأيي حتى ولو إن كثير ما يفهموهش، ولازم الناس الكل تعرفوا وكل واحد يفهموا على قدر المستطاع وعلى حسب حاجة كل واحد من أجل أن يحقق الاستقرار الوجودي، لأن أهم شيء في هذا الوجود هو الاستقرار النفسي الوجودي لفهم العالم والوعي بهذا العالم وبهذا الوجود، باش تنجم يكون عندك استقرار حقيقي فعلي من الداخل متاعك، ملكك أنت، مش لقنوهولك ولا قالوهولك وإلا فرضوه عليك ولا جبروك عليه باش يستعبدوك ويجعلوك عبد يقضي بيك المصالح متاعهم. هذه هي النقطة المهمة، عندما تعرف هذا العلم تولي رب نفسك، تولي رسول نفسك، تولي سيد نفسك، تولي تعرف شو تعمل وشنو ما تعملش، وخاصة وأهم شيء تولي مسؤول على نفسك. لا تقول الآخرين فعلوا لي كذا وفعلوا لي كذا، لا، أنت الوحيد المسؤول عن نفسك، لا أحد آخر مسؤول عليك، لا رب ولا بطيخ. هذا هو الهدف من هذا العلم، وهذا هو اللي نحب نوصله كأفكار. لا تشتكي من أحد ولا ترمي خسارتك على الآخرين وإن كان رب، ولا تقول فعلوا لي وفعلوا لي، اللي يوقع لك أنت هو المسؤول عليه، أنت الأول والأخير. إذن تحمل مسؤوليتك، لو أنت سعيد فأنت المسؤول على السعادة بتاعك، ولو أنت تعيس أنت المسؤول على التعاسة بتاعك. لازمك تتحمل مسؤوليتك وتقف لنفسك، وهذا ينطبق على الأفراد وعلى الأسر وعلى المجموعات وعلى المدن وعلى الشعوب وعلى البلدان وعلى الإنسانية جمعة. اللي احنا فيه احنا مسؤولين عليه. لا تقول لي لا رب لا قوة خارجية لا اي شيء اخر. هناك اشخاص بيننا من البشر
هما اللي قاعدين يجعلوا في أنفسهم أرباب علينا، سواء أئمة الدين، سواء رجال السياسة، سواء غيرهم. هذا هو الهدف من هذا العلم، والعلم الفطري الغنوصي هو تحرير الإنسان وجعله سيد نفسه، كما نقولها ونعاودها، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. هذه النقطة المهمة، وشكرا على التوزيع، وشكرا على التشجيع، وشكرا على التعليقات بتاعكم، ومع فيديو قادم، وبسلامة.